معانا النهارده حته لحمه حنينه، يعني يا شيف ما بتاخدش وقت كبير في السوى، وانا عايز اعملها النهارده بتتبيله خاصه بصراحه، ونصيحه مني اذا حته اللحمه طازه وجايباها من عند جزار ثقه ما تكتريش التوابل ولا البهارات. ليه يا عم الشيف؟ عشان الطعم ما يهربش مننا، ما بقاش بقى الكمون والكزبره والحاجات اللي احنا عارفينها دي والحبهان، لا حبهان او الهيل ده لما في حاله لما نعملها كبسه او نعملها رز شرقي تاخد البهارات العربيه اللي احنا عارفينها، الهيل والقرنفل والقرفه والحاجات اللطيفه. اما حته لحمه زي دي كده تاخد فليفر من الاعشاب، يا اما روزماري يا اما ممكن تاخد كمان زعتر زي ما احنا حابين. هنعمل تتبيله دلوقتي لطيفه وحلوه من الروزماري والثوم اساسي والفلفل الاسود، عايزاها تحط بصله مبشوره تاخد الميه بتاعتها وتستخدمها ما فيش مشكله زي ما انت حابه. حلو الكلام؟ نشيل دي كده ملهاش عوزه عندي، وتعالوا نتبل اللحمه دي. حلو، هنجيب كسرولة كده، المقادير على الشاشه، الانتر كوت مشوي مع بطاطا بوريه العدل بتاعها، المقادير، وزن اللحمه حسب عدد افراد الاسره. انا شخصيا لو قدام اللحمه دي اربع قطع عاملين كيلو ونص تقريبا هاكلهم كلهم بتتبيله لطيفه وبسيطه. معانا كمان بطاطس بوريه، ومعانا فلفل اسود او فلفل ملون ده موجود في اي سوبر ماركت، ومعانا روزماري فريش زي ده كده، وملح وخلاص، وتوم. هي دي المقادير، مش هحط بهارات لا كمون ولا كزبره ناشفه ولا قرفه ولا الحاجات اللي احنا عارفينها دي خالص. ناخد الخلطه الحلوه دي كده اهو، معانا توم، معانا فلفل. الفلفل ده على فكره استخداماته لطيفه، يعني احنا ناخد شويه كده، معلش انا عايز ايه، ده فلفل الوان، ده يعني حاجه زي الفلفل الاسود كده بس الفليفر بتاعه عالي شويه. اللحمه بتحبه، هو بيحب اللحمه، شخصيته بتطلع مع حته لحمه مشويه او فراخ مشويه للامانه يعني. حلو الكلام، خدت انا شويه كده حلوين. طيب تمام، هناخد الخلطه اللي احنا الروزماري ده كده مع فص الثوم المحترم ده كده مع معلقه مستردة يا عم الشيف، خلطه كده اهي لطيفه وبسيطه، خردل او مستردة، والخردل هو المستردة والمستردة هي الخردل عشان نبقوا عارفين كل حاجه. معاها شويه زيت زيتون بس، مش هحط اي بهارات تانية خالص بقى، سبايسي او حاجه دي مش يعني مش لازم. حلو، نقفل الكبه دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونشغلها. ما حطيتش ملح ليه يا شيف؟ الملح مش دلوقتي. خلص الكلام. تتبيله لطيفه وبسيطه. حلوه، ونشيل ده كده ونوسع ونتبل حته اللحمه. معانا جريلا بتسخن على النار، ممكن تكون جريلا ممكن تكون طاسه كبيره زي ما احنا عايزين. اللهم صل على النبي. خلطة دي ناخدها كده، حتة اللحمة كده نحطها شوية كده هنا. اللهم صل على النبي، ونمسك حتة اللحمة كده بالشكل ده كده. الله، وخلي بالك شخصية حتة اللحمة ما تداريش عليها ولا تتلاشاها بالتوابل زي ما أنا شغال كده. نشيل ده يا باشا من هنا خالص، عينيا حبيب قلبي. ونفس القصة يا عم الشيف. نعم يا غالي، سؤال وجيه جدا، سؤال من الكنترول. لا، السؤال بيقول لي ينفع نعمل الخلطة دي مع فراخ مشوية؟ صدور فراخ تبقى لطيفة وحلوة، مش هتقول لا. ينفع نعملها مع ريش كوستاليتا؟ حلوة، مش هتقول لا. حتة اللحمة هي زي الفل. ينفع نتبلها يا شيف من بالليل ونحطها في التلاجة؟ لا، احنا مش بنعمل شاورما. من الآخر، دي تتبل تتشوي على طول، مش لازم بقى تحطها في التلاجة طول الليل، هتغير حتة اللحمة. وبلاش الخل، أنا شخصيا مش بحب مع اللحمة المشوية دي خل خالص، البعض بيحبها مع خل البلسمك أو خل التفاح، أنا شخصيا مش بحبها مع خل. أنت عايز تحط خل براحتك. حلو الكلام، عندنا طاسة بتسخن على النار درجة حرارتها عالية جدا،
مش هنستخدم زيت ولا حاجة، زي ما هي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. مخرجنا الجميل عايز اطلع فاصل، وانا عايش مع حتة اللحمة وقصة حتة اللحمة وجو حتة اللحمة ودلع حتة اللحمة. اللهم صل على النبي. لازم تكون الجريلا سخنة. خلي بالك مكان التحمير ده مهم جدا، انا عايزه. ده اللي هيديني الصوصات بتاعت اللي انا عايزها مع كريمة لباني ما اقولكيش. خلينا نطلع فاصل صغير، بعد الفاصل هنشوف مع بعض ازاي نعمل بطاطس بوريه عدل حتة لحمة مشوية فراخ مشوية زي ما انت عايزة. شربة من استوريني من المطبخ الطلياني، والمطبخ بتاعنا النهاردة من حول العالم. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. واسرار شوي اللحم او فراخ مشويه او اي حاجه بتشويها على عين البوتاجاز عموما، مهم جدا انك انت تكون الطاسه سخنه او الجريلا سخنه يا عم الشيف، علشان نحافظ على الجوسي او السوائل او البيون او الطعم اللي موجود جوه حته اللحمه دي، مهمه جدا على فكره. حته اللحمه بصراحه عايز اقف جنبها ما اعملش اي حاجه تانية، سيبوني بس، سيبوني اعيش معاها، سيبوني. تعالوا نغرفها مع بعض كده. اللهم صل على النبي. الرز طبعا بنغطيه عشان يكمل سواه، ما اعرفش ايه اللي بيطفيل النار. ونغطي الحله دي كده، يلا وناخد حته اللحمه الحلوه دي كده، لسه ما خلصتش. اللهم صل على النبي. بتنزل ذهب وهي ماشيه. شفت اللون الحلو اللون الذهبي ده كده، لون الفلفل الملون. اوبا لسه ما خلصتش. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. في قلب الحله، في قلب الطاسه، كريمه لباني. يا ويلي يا ويلي. العب. هو ده هو ده الجوسي. نتيجه التشويق تسويه اللحمه، البيون اللي نزل من اللحمه. بس خلاص، لا مش هحط دي ولا حاجه، ده انا عايز استفيد لا دي ولا نشا. هو قوام الكريمه اللباني ده كده، هتاكلي صوابعك وراه، ولا شوربه ولا اي حاجه يا استاذ الحب، زي ما هي كده اهو، لان اللحمه بتاعتي بسم الله ما شاء الله دسمه ومنزله بيون جامد قوي. ومستويه على جريلا سخنه، يعني بصي هتمسك حته اللحمه دي اللي هي طريه من جوه. زي ما هي كده. كل اللي انا هعمله يا عم الشيف احط شويه ملح باطراف اصابعي. واعتمدي على الفليفر بتاع الاعشاب اللي هو الروزماري مع الثوم، بلاش بقى ايه يعني، سامحوني معلش، الحاجات اللي بتدي طعم ومكسبات الطلاق خالص، خلي الطعم طبيعي كده. معاك حته لحمه حلوه، معاك روزماري وثوم وزي الفل. زي ما هي كده. اشيل الروزماري ده كده، ازين بيه الطبق بتاعي عشان اللي ياكل منها يعرف ان هي فيها روزماري. الله. ده برزنتيشن لوحده. لازم نحط جزر بقى ونحط خضار سوتيه والجو اللي احنا عارفينه ده بقى خالص. يلا فرسان التلفزيون المصري، الاساتذه المصورين، نعيش اللحظه، نعيش الحكايه، نعيش الابتسامه مع شويه صوص جامدين جدا. اهوت اهو ده. اللهم صل على الصوص نزل فرحان باللحمه واللحمه فرحانه بالصوص. زي الفل. ده عدل الاكله دي يا عم الشيف، شويه بطاطس بوريه. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل ناكل اللحمه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. فقلت لهم شكرا، ربنا كرمني براجل سواق تاكسي، راجل محترم، اتفضل يا شيف، وما رضيش ياخد فلوس. انا بعلم والله ما رضي الراجل مسكين. قال لي شيف والله ما انا واخد، لانه شايفني قاعد في العربيه بتنطط، عايز اسوق مكانه، عايز انزله من عند الكسون واسوق العربيه انا. والله. فقال لي شيف روح الله يبارك لك، التليفون اهوت وبس، ايه يعني بتخلص شغلك وبكلمني. قلت له حاضر. دي الشهامه المصريه، دي الجدعانه المصريه،
دي المواقف بقى اللي هي ممكن يعني ما بتكلفش حاجة ماديا، ولكن بتكلف شهامة ورجولة، واحد أسيب شغلي وأنزل وأهتم والجو ده كله. شايفين البطاطس الحلوة دي كده؟ البطاطس دي حلوة بدلعها، دي كزبرة أو بقدونس أو ريحان مع طماطم شيري، الطبق خد شكل تاني بقى، لحوة فنية.